أبوهما صالحا. قال محمد بن سيرين: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح أهله ودويرات حوله، فلا يزالون في حفظ من الله سبحانه وتعالى بسبب صلاح هذا الرجل. شوف يا أخوان كيف سبحان الصلاح، كيف الاستقامة والخير، كيف يكون خيرها. يقول محمد بن سيرين: فلا يزالون أسرته يعني أهله ودويرات يعني بيوت حوله كلهم في حفظ من الله بسبب صلاح هذا الرجل. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر.